مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين من الخليج إلى المحيط بكل المدن وحتى إلى أصغر قرية نائية في العالم. مشاهدي تلفزيون دبي نرحب بكم في حلقة جديدة من موسمنا الجديد حلو الكلام. الحديث عن الجوائز الأدبية. الحديث عن الجوائز الأدبية يرافقه جدل كبير حول أحقية الكاتب بالجائزة أو عدمه. هل الفائز يستحقها؟ هل يوافق المعايير كون العمل ذو قيمة ومبدع أم منحت له لغرض ما؟ على أي حال، نظرية المؤامرة لا تهدأ حول الجوائز الأدبية، والتي رغم ما يقال عنها يظل لها بريقها الساحر، فهي تشد الكثير من المبدعين لسخائها المادي والمعنوي، خاصة تلك التي تخصص جوائز مالية معتبرة، ناهيك عن الشهرة الكبيرة التي يحصل عليها الكاتب إذا ما حصل عليها. من أبرز هذه الجوائز أعزائنا جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، جائزة الملك فيصل العالمية، جائزة نجيب محفوظ للأدب، جائزة سلطان العويس، الجائزة العالمية للرواية العربية بوكر العربية، وهي أشهر الجوائز العربية. يقول أعزائنا الكاتب البريطاني الساخر برنارد شو إن جائزة نوبل جائزة مدمرة للذوق الأدبي السليم، ويقول أخفر لنوبل أنه اخترع الديناميت، لكنني لا أخفر له أنه اخترع جائزة نوبل. وربما كثيرون لا يغفرون وجود العدد الكبير من الجوائز الأدبية في العالم لأسباب ووجهات نظر مختلفة عن غيرهم، فبين من يثق ويرحب، وبين من يتهم، وبين من يشكك، وبين من يزايد ويخون أحياناً، علامات استفهام كثيرة حول الجوائز الأدبية العربية.